احبابي اهلا وسهلا فيكم في الفيديو الثاني من تمارين لتطوير لكمه الجاكوكي، راح يساعدنا الكابتن مروان. طبعا برجع بكرر، الكابتن مروان هو لاعب قتال بس مش كاراتيه، اوكي؟ بس لكن هو اللي حيساعدنا يعني تطوعا منه عشان نشرح لكم. راح ناخذ اول تمرين، تمام؟ اول تمرين الان انا بلعب مع الكابتن، شوف ممكن تسويها فردي، تمام؟ مثلا كابتن خلص نزلت كانك مش موجود. انا الان مثلا بدي اعملها فردي، وصل بحط حاجز او بدون حاجز من مكاني، ممكن من هون، واحد جاكوكي، او اقفز عن حاجز. او اشتغل مع زميلي مثلا كابتن انزل مثلا بهذا الشكل. شوف الان نظري امام بقفز بلعب جاكوكي برجع قفز للخلف برجع لهون وصل من هون جام شوف رجعت هاي قدم واحد جام رجعت وصل هاي رجعت وصل تمام. هاي اول نقطه اول تمرين. نجي للتمرين الثاني. التمرين الثاني هو عباره عن تناغم حركي، ممكن تشتغل انت وزميلك التقدم والانسحاب او ممكن لحالك. انا حلعب لحالي، الاغلب ممكن بيلعبوا تمرينات فرديه. الان شوف انا من هون ربع كامل مع الضرب انسحاب ربع كامل، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ها واحد اثنين. اذا حركه رجلي ربع كامل اللي مع التسجيل ربع انسحاب، ممكن كمان وانت منسحاب تلعب جاكوكي. انا حلعب بس لقدام عشان تستفهم التمرين. الان كابتن معي ممكن يعني حتى بدون ها جام حطيت حيلت نقطه قدام شوف من هون ربع كامل ربع كامل ها كامل مفهوم كيف؟ نجي للتمرين الثالث. الان انا والكابتن طبعا ممكن يكون هو وقت قتال، ممكن تستخدم مثلا جدار، تستغل تلعب التمرين على جدار، ممكن مع خصم وصل. انا هون ملزق فيه شوف من هون جام انسحبت وصل. الان بدك تركز على نقطه معينه، انسحابك واحد يكون ماخذ النقطه وصل، يعني اقل نقطه ارتكاز. يعني شوف رجلي واحد مباشره كنت ضارب، يعني مش راح اسحب تيصير توقف تام بجسمي بعدين بلعب، مفهوم؟ الان انا هون هل واحد سواء لعبت على الوجه او على البطن نفس الشيء الفكره، بس ايش؟ انك تتمرن تنسحب فجاه تاخذ اقل نقطه ارتكاز وتدخل في الحركه، مفهومه؟ نجي للتمرين اللي بعده، حنلعب جاكوكي فردي مثلا بيد اليمين وارجع بيد اليسار. انا حلعب بس بيد اليمين عشان تفهم التمرين. الان انا هون واقف وقت قتال، شوف دخول 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 عشان اتبرمج فيها وصل، حسويها بشكل طول وعشان تشوفوا بعدين اسويها للكاميرا. من هون جامب شوف من هون اذا شوف واحد اثنين ثلاث مفهوم، واحد دخول من نفسها خطوة بسيطة بعدين بكمل مفهوم. هذا التمرين. ونيجي للي بعده المشابه له بس تبادل، حنلعب يمين يسار. شوف جاكوكي جاكوكي عكس جاكوكي عكس لآخر الصالة، تمام؟ من هون جام ها واحد تمام. ونفس التمرين هذا بس مجرد إضافة كمان، نفس التمرين ممكن نسويه ربع كامل، تمام؟ واقلب ربع كامل واحد اثنين ثلاث وصل، ربع كامل ربع كامل ربع كامل، مفهومه كيف؟ نجي للتمرين الاخير، حنستخدم احنا وزن في التمرين، تمام؟ هذا التمرين الفردي، معي هذا الدامبل، اوكي؟ هذا 4 كيلو، انت تستخدم 2 كيلو او 1 كيلو، 1 كيلو احسن، كل ما قل الوزن كل ما كان احسن، كل ما كان اعلى الوزن كل ما عمل لك اصابه، وصل؟ فلذلك ركز على الاوزان القليله، وصل؟ ركز على الاوزان القليله. الان انا لعبت هون، شوف وقفه قتال، هاي الدامبل معي، واحد برد ارجع، شوف لعبت جاكوكي وين؟ بالدامبل، اثنين طبعا ممكن اغير الوضعيات، يعني نص جلسه العب مثلا دوران العب وصل من الهايكو داتش العب الجاكوكي وصل. برجع بكرر لا تلعب اوزان عاليه وصل الا اذا كنت متقدم وفي مدرب معك. نيجي نفس التمرين، ممكن استخدم الميديسن بول كره طبيه، حرمي شوف مع دوران خصر حرميها على راس البطن عند زميلي وهو بده يرميها نفس الشيء وصل. الجاكوكي مع دوران خصر ها جامب هاي مع زميلي اتش واحد ها ها ما في مشكلة هوب تمام ممتاز. لو سقطت ما في مشكلة، هذا تمرين بظل يتكرر، بظلك تكرر 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 مفهوم. طبعا نهاية الفيديو نتشكر الكابتن مروان الله يعطيك العافية، وتابعونا في الفيديوهات الثانية.